بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله نتمنى أن نلقاكم على خير وعلى صحة وسلامة تامة. بعد ما تكلمنا عن علاقة الطبيب بالمريض وعلاقة الطبيب بزملاء الأطباء وعلاقة الطبيب بالصيادلة وعلاقة الطبيب بالممرضين وعلاقة الطبيب بالمهن الطبية، اليوم هنتكلم عن مسؤوليات وحقوق المهنية للطبيب. المسؤوليات المهنية: على الطبيب أن يتابع أحد التطورات المهنية في مجال تخصصه ولا يتوانى في التفاعل معها. نقولنا إحنا كل 10 سنين الطب ينتهي ويتغير، فهذا الشخص اللي بيقعد زي في المستوصفات أو في غيرها هذا ينتهي عنده العلم، ولا يبقى عنده علم إلا بعض المضادات الحيوية وبعض الأشياء الأمراض الإسهال والمساكن. أيضا الطبيب من مسؤولياته إذا أن يتابع العلوم والطاقات المهنية، من مسؤولياته أيضا أن يبذل أقصى عناية ممكنة. المسؤوليات ليست الشفاء، الطبيب ليست من مسؤولياته الشفاء، لكن الطبيب عليه أن يبذل أقصى العناية ممكنة لتحقيق الرعاية الصحية الكاملة لهذا المريض. إذن الطبيب ليس مسؤولا عن الشفاء، لكنه مسؤول أن يبذل أقصى رعاية ممكنة أو عناية ممكنة ورعاية صحية ممكنة. أيضا لو رأى الطبيب أي خطأ أو تقصير من زملائه الغير عاملين العاملين الغير أكفاء، عليه أن يبلغ، هذه المسؤوليات المهنية، أن يبلغ عن هذا الخلل الموجود، ولكنه يجب أن يحترم التسلسل الوظيفي. إيش تسلسل وظيفي؟ يبلغ رئيس قسمه، ورئيس قسمه أيضا يبلغ المدير، والمدير يبلغ مدير المستشفى. إذن أيضا أصل أن هذا الطبيب لا يجوز أنه أن يميز بين زملائه أو مساعديه لأي سبب من السبب، أنه ممنوع أنه يخلي طبيب هو مثلا يعمل عمليات وطبيب آخر بعملش عمليات أو غيره، لا، لازم ممنوع يميز بين واحد والتاني. ايضا اذا هو ايضا لازم الطبيب ايضا على الطبيب انه يساوي المعامله مع جميع المرضى وعدم التمييز بينهم في الرعايه الصحيه، لانه مش لانه هذا مثلا بروفيسور او هذا مختار او هذا انه يميز في المعامله، يجب ان يعامل بناء على فقط على الحاله الطبيه وليس بسبب تباين المواقف الأدبية أو الاجتماعية أو حتى شعور شخصي من نفسهم أو حتى الانتماء الديني أو العرقي أو الجنس أو المكان، أكيد أو المكان، مش لأنه هو من الشيعية أنه يعالج تباين الشيعية بشكل أحسن، أو لأنه من عبسان يعالج تعين عبسان أو يحترم تعين عبسان بشكل أكثر. أيضا كما أخذنا بشكل كبير أنه على الطبيب أن يدلي بشهادته الصحيحة والسليمة متى طلب منه ذلك، وأن يعمل التقارير الطبية اللازمة بدقة وفقا للتعليمات والنظم الموجودة. وأيضا لا يجوز إكراه الطبيب أو غرم على الشهادة بغير حقيقة أيا كان الداعي. أيضا على الطبيب أثناء بالتقييم الموظفين عليه أن يقيم زملائه أو يقيم المسؤولين عنه أو المسؤول عنهم بشكل صحيح وبشكل وألا يبالغ بالمدح أو ألا يبخسه حقه. طبعا على الطبيب اللي مريض بأي مرض معدي عليه أن يتوقف عن المعالجة، مش هو كان عنده انفلونزا يقول لا بهمش انا لازم اعالج الناس، لا، مثلا انت عندك انفلونزا اقعد في البيت، او عنده مثلا بعض الامراض المعدية سواء كانت زي
ايدز او غيره ويعمل عمليات جراحيه، لا ممنوع. يجب ان يعني هذا الطبيب انه يقعد في البيت، لما يطيب ممكن بعد هيك يعني يعمل عمليات جراحيه او غيره. اذا تكلمنا عن مسؤولياته، اذا لكنه ايضا له كما عليه مسؤوليات فله حقوق. اذا من حق الطبيب كطبيب هذا التعب في حياته أن يعامل من المجتمع باحترام وتقدير، وأن يوفر له كل الحقوق المدنية يعني التي يتمتع بها غير الأشخاص العاديين. أيضا من حقه أن المجتمع يوفر له وسائل التدريب والتأهيل العلمي، هذا عشان نضمن اللي هو متابعته لكل حديث وكل ما يحدث من يعني أشياء، عشان نضمن الرعاية النوعية للمؤسسات الصحية. أيضا أنه أيضا زي ما تكلمنا أنه يتاح له فرص التعليم الطبي خلال المؤتمرات وخلال الذهاب. لازم أنه نطور خلال المكتبات البعثات الدراسية، يجب أن يتطور علميا. أيضا يجب عدم إكراهه سواء ماديا أو معنويا أو إجباره على أداء عمل سواء فيما يتعلق بممارسة المنتخب إلا في حدود القانون. هنتكلم عن موضوع هذا بالتفصيل في حالة من الحالات. أيضا يعني ألا يوقف عن ممارسة مهنته إلا في حدود القانون. يعني أيضا التبييض زيه زي أي واحد آخر، شان أي إنسان آخر يحاسب على ما ارتكبه من مخالفات بناء لإحكام القانون. أيضا من حق الطبيب أن يوفر للمجتمع الحماية القانونية وحق الدفاع عن نفسه في حال اتهامه لأي خلق الأحكام القانون. إذا هنا بعض الأمثلة هنشوفها مع بعض، وكيف يعني بعض الممارسات هنشوفها في أنالجات. هنتكلم عن المقابلات الطبية، احنا بنلاحظ هذه الممارسات الطبية يعني هنشوفها في الأول المقابلات، وبعدين هنتكلم عن المقابلات بشكل مفصل بشكل صحيح. في أحيانا بنلاحظ بأنه الطبيب أثناء مقابلته للمريض أثناء الكشف يعني يدخل عليه المريض وهو دائما مشغول في جوال أو غيره، ولا يعطي المريض حقه في يعني في المقابلة الصحية، وثم يكتب له العلاج أو الدواء بدون ما يفحصه بشكل سليم وبشكل صحيح. الحالة الثانية أنه يعني يدخل عليه شاب يعني بيشكو من تعب وإجهاد وارتفاع درجة الحرارة، طبعا يعمل له الفحوص الأولية اشتبه بأنه معاه مصاب بالسرطان، فإنه يعني الأب بيسأل الطبيب إيش في الولد، بيقول له إحنا مش فاضيين بنكمل الفحوصات. لا، من حقه أن يعلم، من حقه أن يعرف هذه يعني بما ابنه مصاب به وبشكل صحيح بشكل مفصل، وايش العلاج وكيف حاله، ما ايش ممكن يعملوا له، وايش الفحوصات اللازمه. كل هذا لازم حق المريض ان يعلم، مش يقول له يعني لا تشغلنا نكمل فحوصات. ايضا يعني حاله ثالثه انه مريض بزور الطبيب في عيادته يعني بيشكو من بعض الصداع او الالم في الحلق، طبعا بيكون ممكن معاه انفلونزا او غيره وكذا، يعني بعد فحص سريع بيطلب له الطبيب يعني سي تي او اشعه مقطعيه. طبعا هذا مش لازم اكيد، ومش لازم بعض الادويه، فاذا يجب انه يعني يكون الكشوفات او التشخيص بناء على حاله المريض. اذا هتكلم الآن عن المقابلة الطبية. المقابلة الطبية مقصود فيها بأنه عندما يأتي المريض إلى الطبيب أو يدخل المريض على الطبيب. طبعا المقابلة الطبية تعتبر من أهم أدوات التشخيص، وغالبا أثناء المقابلة الطبية يستطيع المريض الطبيب أن يعلم 70% من حالة الطبيب، بيسمع الشكوى بتاعته. ايضا احنا الان نتكلم عن المقابله الطبيه، نتكلمش عن الاسئله الطبيه المفترض ان الطبيب يسالها له يعني، لكن نتكلم بشكل عام عن يعني الاخلاقيات اللي يجب ان يمتاز بها الطبيب من ناحيه
يعني المريض أثناء المقابلة الطبية. طبعا المقابلة الطبية شيء أساسي أساسي، ويعني شيء أساسي طبعا، لأنه لا يمكن أنه أنا أصل للتشخيص الصحيح دون أن أسمع شكوى المريض ومتى هذا المرض أجاله ومما يشكو، ولا أستطيع أن أوصف أي دواء له إلا بعد التشخيص وبعد ما أسمع هذا المريض. فإذا لا يمكن الاستغناء عن المقابلة الطبية، وعلى هذا الأساس نقول القاعدة الشهيرة تقول ما لم يتم الواجب به فهو واجب. إذا لا يمكن الاستغناء بأي حال من الأحوال على اللي هو المقابلة الطبية. لكن المقابلة الطبية طبعا لها آداب مهمة يجب أن يتحلى بها الطبيب. أكيد إلى آداب، وأنتم تعرفوا هذه الآداب يمكن سمعت فيها أكيد، لكن احنا هنتكلم عنها وهنجملها بشكل أو بآخر. أول حاجة أن التحية مهمة جدا، التحية مهمة جدا، التحية أنه يقول السلام عليكم، مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل، ارتاح، هذا كله يعتبر يعني مهم جدا، هذا يعني في موضوع هو التحية ورد السلام، لأن هذا بيعمل اطمئنان للمريض ومهم جدا للمريض. أيضا البشاشة والتبسم وطلاقة الوجه أكيد مهمة جدا إلى للمريض، أن تعطي عملية اطمئنان، تبتسم في وجهه، يعني ابتسامتك في وجه أخيك، تبسمك حتى الرسول، تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني هذا دليل على أهمية أنه يعني البشاشة والتبسم، والواحد ليس يعني يكون قاطع، يعني يكون مقطب الجبين مكشر، طبعا هذا كله يعني بيرجع بالسلب على المريض، لكن يجب ان يكون عنده يعني من البشاشه، اهلا وسهلا، تفضل، ايش بتشكي كذا. ايضا ادب الحديث في المقابله الصحيه، في المقابله الطبيه يجب ان يكون لنا ادب للحديث، طبعا انه الطبيب دائما يكون في حديث مستمر مع المرضى، يجيبهم، يناقشهم، يتحسس مشكلاتهم، يتحسس مشكلاتهم. احيانا يعني جزء كبير من العلاج هو تحسس المشكله، وانه تسمع المشكله بحد ذاتها هذا جزء يعني يعطي ثقه واطمئنان للمريض. اذا مهم جدا ينصحهم، يرشدهم، واداب الحديث يعني تندرج إلى عدة أقسام. أول حاجة حسن الاستماع، طبعا يعني أحيانا بتسمع أنه والله الدكتور فلاني مش شاطر والدكتور فلاني التاني شاطر، هو كل ما يعمل الطبيب أنه يستمع إلى مرضى، يستمع إلى مرضى. طبعا دائما يجب الاستماع بشكل كامل للمريض، يعني لأن حسن الاستماع له دور كبير في رعاية المريض وله أثر بالغ في تحسن يعني حالة المريض الصحية. طبعا الاستماع المقصود إيش؟ حسن الاستماع المقصود بتركيز وانتباه، مش يسمع الجوال أو يلعب في الجوال، أو يعني هذا المقصود يفهم الطبيب المريض أن أنت تستمع إليه بشكل كويس، وأيضا تناقشه وتسأله أثناء عملية اللي هو المقابلة الصحية. أيضا بعد حسن الاستماع هو القول الحسن والمحق، دائما يجب أن تكون عبارات جميلة، عبارات صحيحة، فيها دعوة، فيها عبارات فيها ترحيب. أيضا هذه كلها تعتبر من أهمية، فيها جزء من المقابلة وجزء من حسن الاستماع. أيضا يجب على الطبيب ألا يسرف في الحديث، يعني هذا أدب جميل، ويعني إنه مش يحكي له المريض أي كلمة، يقول أنا كنت في ألمانيا وكنا في ألمانيا وكانوا يجونا كذا وكذا، لا هذا مش لازم، يعني أنت لازم يعني يكون الموضوع له علاقة مباشرة في يعني مرض في المرض تاع المريض، فهو يعني ممكن تكلم له في الحديث لكن لا يتعارض، يعني هذا مهم جدا أن تشرح للمريض أحسن عن حالته المرضية أحسن ما تشرح له تاريخ حياتك أنت كطبيب. مهم جدا أن تحاول بقدر الإمكان أن لا تقاطع المريض أثناء
حديثه، يخليه يتكلم عن شكوى بشكل كويس بشكل واضح. أحيانا لو بده يخرج عن موضوع أنت ممكن تسأله بأداب، ويعني عن حالته، وإنه تحاول قدر الإمكان إنه ما يخرج عن الموضوع. أيضا دائما تراعي خاطر المريض وما تراعي مشاعره مهم جدا. أيضا تلاطفه، دائما تبشه، تحاول تبشه، ويعني بشه ولا تنفره، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عدم إظهار الملل والضجر، هو المريض بيحكي ما تففش، ما تعملش حاجة، ما يعني ما تعطيش المريض انطباع أنك أنت قد مللت من حديثه وضجرت. لازم يكون المريض أيضا يحس أنه أنت يعني صبور وبتسمع له، بتسمع يعني لكل حديثه. وإذا كنت حسيت أن أسهب المريض بدون فائدة، ففي ممكن أكثر من طريقة مؤدبة يعني تنبه المريض إلى أنه يعني بلباقة ولطف، مش لما يتكلم المريض أول كلمتين يلا مش يلا يلا في بعدك كتير خلصنا، يعني أكيد هذا فيها يعني إظهار للملل والضجر. أيضا مهم جدا يعني عدم التعالي على المريض. أنت دكتور فعلا، ودكتور يعني ربنا حطك في هذه المنزلة، يجب أن تتواضع وتخفض جناحك للمريض وتخاطبه، وتتجنب النظرة الدونية. النظرة الدونية يعني تشعر كأنه هو لا شيء، وأنه دائما تحاول بقدر الإمكان أن تخاطب المريض باللغة التي يفهمها. يعني ما تخطبوش بالإنجليزي أو تعمل حالك أنه أنت يعني ما حصلتش، لا، يعني دائما تواضع يعني وفي الحديث مع المريض، وتكلم مع المريض حسب يعني ما يفهمه هذا المريض. إذا بعد تكلمنا عن حسن الأدب الحديث، تكلم في أو حسن الاستماع، تكلمنا رابعا في تاريخ المريض. مهم جدا يعني أن تسأل المريض عن تاريخ المرض، يعني أسئلة محددة عشان نوصل للتشخيص السليم. مثلا إيش أعراض هذا المرض؟ متى بدأ معك المرض هذا؟ كل هذا يساعد المريض، ويمكن تصل نسبة التسوس يعني مهمة جدا، ممكن تصل إلى 70% يعني على الأعراض. طب أنت برجع كذا، طب ممكن إيش يرجع كمان؟ فهي يمكن هذه الدلائل ممكن تنجحك في عملية التشخيص إلى نسبة 70%. وكل ما كانت الأسئلة يعني مناسبة للمقام كل ما كان أحسن. فطبعا لازم يعني دائما الأسئلة تكون يعني مهمة ومناسبة للمقام. يعني أيضا عدم سؤال عما لا يحتاج إلى المريض، يعني مش ضروري تقول له أنت يعني كذا أو كذا، يعني خارج ولا يحتاج هذا التشخيص. يعني قديش عندك أولاد، قديش عندك بنات، قديش عمر البنت الكبيرة، قديش، يعني طبعا هذا لا يحتاج أكيد يعني عملية تشخيص. عدم السؤال عما لا يحتاج إليه. أيضا عدم السؤال عن أشياء تفضي الحرج بقدر الإمكان، بقدر الإمكان حاول ألا تحرج المريض. يعني تقول له والله انت كم مره بتحمم في اليوم، كم مره بتحمم، يعني لا تحرج المريض الا اذا كان اضطريت الى سؤال من هذا النوع، تتكلم عنه بادب وبتستاذن وتقول له معلش بعد اذنك كذا، يعني بشكل لطيف وبشكل يعني بحيث لا يحرج المريض. طبعا ايضا عدم طرح اسئله كثيره في وقت واحد. انت وقت ايش المرض، ايش اعراضه، وقت ايش بقى لمك بالضبط، لا، يعني انت حاول تطرح سؤال سؤال على حسب فهم المريض، ولا تشتت افكار المريض، وخليه يتكلم ويجيب عن كل سؤال بسؤاله. ايضا اذا لا تساله ايضا عن الامور الخاصه كما تحدثنا وعن تفاصيل حياته، يعني إلا إذا كان حسيت أنه هذا مهم فبتكلم عنه بشكل لبق في طريقة إلقاء السؤال. إذن بعد ما تكلمنا عن اللي هو أخذ تاريخ المرض، أيضا نتكلم عن اللي هو ضبط النفس. مهم جدا عملية ضبط النفس. هذا المريض
أو الموافق له يعني شخص حالة خاصة، مريض يتألم واللي معاه أيضا يتألم بناء على ألمه، فيجب أن يعامل هؤلاء الناس بشكل خاص وبشكل يعني رقيق وبشكل خاص، لأنه من السهل أن يتم استفزازهم وغضبهم. فإذا يجب حتى في حالة استفزاز هؤلاء الناس يجب على الطبيب أنه يعني أن يكون يعني يضبط نفسه بشكل كبير. وما رأينا لحد بعض كثير من الأحداث اللي بتصير في المستشفيات والهجوم على المستشفيات والهجوم على الطبيب إلا لأنه في أحدهما أو بالذات الطبيب لم يضبط نفسه. إذن ثالثا احترام وجهة نظر المريض، وأيضا إعطاء المريض فرصة للتعبير عن نفسه، وعدم إهمال أي معلومة، أي معلومة مهمة قد تحصل عليها من المريض، لأنه ممكن معلومة مهمة هي تساعدك في التشخيص. من هنا نحاول ننهي المحاضرة وبعدين بنكمل إن شاء الله.